ايش قاعد لهلا وما رحت على جامعتك؟ عم بحكي معك رد علي، ليش قاعد وما رحت على جامعتك؟ ما بقدر روح امي. ليش ما بتقدر تروح؟ مشان حنان مو؟ قلت لك اعطيني رقمه وانا بحكي معه. شو بدك تقولي لامي؟ نسي الشاب اللي حبك وحبيتيه لانه اسم العيله ما عجبك؟ ما دخلك فيني شو بدي لك. اعطيني الرقم واتركني. ما رح اترك شيء امي. حنان هي البنت اللي انا اخترتها وانت كنتي موافقه عليها. انت قلتها كنت وغيرت رايي ولا بدك تخالفني؟ امي شو هاي تخالفني ما تخالفني؟ انت اذا بدك شيء مني فهميني ليش؟ قليلي. لا يا سيدي ما بقول لك ليش، وانا امك وبعرف مصلحتك وبعرف اكثر منك كمان. امي انا ما عدت ولد صغير قدامك. إذا أنت بدك شيء فقليلي، قليلي ليش ما بدك حنان؟ أنت كيفك عم طايت بوشي؟ أنت شو صار لك؟ بدك تعصيني يا مرضي؟ بدك تكسر لي كلمتي؟ أمي، أمي كلمتك على عيني وراسي، بس أنت إذا بدك تضلي هيك فأنا مضطر أني انك شو؟ اني اطلع اطلب لحالي لحنان. جرب واعمل هيك يا مصطفى، وانا قلبي وربي غضبانين عليك ليوم الدين، ولا انت ابني ولا انا بعرفك. امي خلص روي امي، شو هالحكيات؟ انت بحياتك ما غضبتي علي حتى لو بلا قصد. الا بهي يا مصطفى، الا بهي. وبرجع وبقول لك عمري ما بصالحك اذا بتعمل شيء من ورا ظهري. خلص امي، خلص. ما حتكوني الا رضيانه. ايه؟